مشاهدينا 60 لقطة من 60 زاوية بلبنان بأكدونا أنه وطننا جميل جدا وممكن يكون دائما وجهة ومقصد للمغتربين واللبنانيين والسواح من كل أنحاء العالم. مشاهدينا اليوم رح نشوف 60 صورة أو رح نحاول نحكي عن 60 صورة التقطن الفوتوغرافر الموهوب رامي رزق. أهلا وسهلا فيك رامي. رامي بال 2018 التقطت كتار صور، يمكن ألف هلا رح نحكي عنهم، ولكن يلي تم نشرهم على صفحاتك وبعدين انتقلوا على كل صفحات السوشيال ميديا هن 60 صورة لمناظر طبيعية من لبنان كتير حلوة. خبرنا ليه، شو الهدف من التقاطك لهالمناظر؟ شو كان الهدف منهم؟ أنا أول شيء بلشت هواية، يعني بحب أبرم على طول بلبنان وصور وهي، فحبيت أعرف العالم على لبنان أكتر. كنت أبرم صور وين ما أروح بحب صور، واكثريه المناطق اللي بروح لها انه ما كثير العالم بتعرفها. ف تعمل سيرش عنها، يعني بتتقصد تروح تزور تكتشف. كنت دائما جوجل ماب شوف المحلات، خصوصا انا بصور بدرون شوف المحلات والطبيعه هونيك. عندنا كنوز مخبايه عن جد، يعني في محلات. خدنا معك هذا المشوار، يعني انت برمت كل المناطق اللبنانيه؟ صراحه اكيد ماني بارم نصه، لانه في كثير مناطق، وقد انا بارم يمكن في عالم انهم بارمين شيء، لانه لبنان في كثير قصص. اي منطقه لبنانيه كانت الاحب لقلبك ويمكن فاجاتك؟ هذا انا بجمالك. غير جزين، غير جزين، خلينا نشيل جزين. اذا بقول لك ما حتصدق، عكار تفاجات فيها. يعني كنت اول مره بطلع السنه على عكار، هلا هون عند بيات، ما كنت بحياتي بعرف انه فيها هالقد خضار وطبيعه حلوه وكتير بعيدة. يعني كنت على طول يعني من الجنوب طلعت على إبيات. صح. قدي أربع ساعات أخذت معك؟ هو كنت عم بعمل جولة مع بولي ليبون عم نصور تقريباً، بدها هالقد أكتر كمان. كنا عم نشوف هلا الصور، يعني مع احترامنا لبلدنا يلي منحبه كتير، ولكن اللحظة يلي تم التقاط الصور هي لحظة كتير مهمة كمان بالفوتو، ما هيك رامي؟ خبرنا عنها، يعني منشوفها كأنه صرنا ببلد نحن ما بنعرفه، غير انه المناطق نحن كمان ما كثير بنعرفها او بنجهلها. خبرنا عن اللحظه. دائما على طول اول شيء بنقي وقت معين بصور فيه كرمال يبين، يعني على طول اذا بتلاحظوا سانست مصور او سان رايز. بنقي محلات حلوه بلبنان، بتعرف كل لبنان معروف عن لبنان زباله صار وفساد وبشع، وفي عالم صاروا يشوفوا الصور على السوشيال ميديا انه في منهم فكرون كذب، هيدي لا هي بسكوتلاند، هيدي مدري وين. إيه يعني كنا عم نشوف انه نحن بغير بلد لهالدرجه، عم بيكونوا فيهم لمسه فنيه رائعه جدا. هلا اكيد نحن بنعرف مثلا الجامع موجود بلبنان، ولكن المحيط ما كنا بنعرف انه بهالجماليه. صح، بالدرون بتشوفي غير ما انت بتشوفي على الارض قد ايه حلو. هيدي مثلا فلوغه، كانوا على طول يحكوا عن شو اسمه، عن العقوره في برك وهيك. رفيقي قرر قال لي تعال شو بدي فرجيك على محل جديد ما انك شايفه. طلعت صورته ونزلته على السوشيال ميديا العالم انه اف وين هيدا الشيء، هو جبل الكنيسه والفلوغه هون، هيدا بحمات. بحمات، واو، يعني منظر كتير حلو. كنت متوقع هون، كنت انا ورفقاتي هن بالصورة هون بعدنا بحمات. كنت متوقع انه هالصور هالقد تنتشر وهالقد تلاقي رواج، وهل ممكن تكون سبب انه المغتربين يقولوا يا عمي وطننا حلو خلينا نرجع نزوره ونرجع نعيش فيه؟ صراحه صارت سبب، يعني ما كنت متوقع هالقد تجيب عالم. يعني كنت محضر لهذا الالبوم، بدي نزله اول السنه على اساس بس يخلصوا الاعياد. أيوة. بس نزلته، يعني قلت كنت عم بحكي انا ورفقاتي على طول هيك بنتحدث شو لازم نعمل وشو بنزل على السوشيال ميديا، قلت لهم ان شاء الله يجيب 2000 شير، يعني أيه. اللي هن بيبينوا شيء 100,000 شخص، صاروا لليوم رح يصيروا 17,000 شير. برافو عليك، صار مليونين وشي الريتش بيبين على فيسبوك بيج. ان شاء الله بيزيدوا اكثر واكثر. كنا عم نحكي انه 1000 صوره صورت، اخترت منهم 60 صوره. انا اكثر من 1000 صراحه. نعم. هلا هون وين هذا حرج بيروت؟ هذا كل العالم ما عرفت انه في هيك شيء ببيروت، انه نسمع بحرج بيروت بس ما بنعرف انه بهالجماليه وبهالمساحه. طيب بدي اسالك هون، ورجع انفتح، ما بعرف اذا السبب كانت صورتي كانت سبب انه فتحه. نعم. ان شاء الله هيك، بس رجع انفتح كان مسكر اكيد، كان مسكر كان كثير ما بيقدروا بس بيقدر على فوت. كل صوره بتحط تفاصيل، يعني انا مثلا بشوف الصوره بتحمس انه اروح زور بس ما بعرف وين على فيسبوك. كل صوره في اللوكيشن تبعها، حتى في ناس سالت هيدي نهر الكلب. ما حدا بيعرف نهر الكلب شكله هيك من فوق، صحيح، وان شاء الله بينطفوا النهر اكثر. يعني هيدي اي متى اخذتها للصوره؟ هيدي بالصيفيه، هيدي السنه. اوكي كم. على اي اساس اخترت هالستين صوره من اكثر من 1000 صوره، واي صوره هي الاحب لقلبك؟ اوكي، اخترت 60 صوره صراحه. اول شيء كنت حاطط، يعني عم سميه حاطط البوم على اساس 30 صوره،
بلشت نقي انه لقيت 30 كثير قليل للبنان انه حرام. بتصير تقول مثلا ما عليه هيدي ايه انه ما بقدر ما تكون ايه ما ححط 60 انه كثير كتار 60 على انه ما حيزهقوا العالم يشوفوا 60 صوره. جد قلت ححط 60 وتقدر نوع قد ما في يعني عكار على نقوره من كل المحلات. بس انا محلك كنت بقول انه من بين 1000 صوره يمكن الألف بنشوفهم كلهم ومنحبهم ومنكتشف لبنان فيهم أكتر. ولبنان بيستاهل 2000 صورة بيستاهل ألوف الصور لبنان هون وين جد. حست فيها دغري مية قالت لي هيدي عفاف رفع قلبها أحلى صورة. هي اخترتها أحلى صورة. أنت أي صورة اخترتها أحلى صورة؟ أحلى صورة في صورة مبين حرش بكاسين وجزين. حرش بكاسين أكيد بتعرفوا أكبر حرش بالشرق الأوسط أكيد مامية دايما وجزين وش الليل هيدي أحلى صورة يعني هونيك هيك بلشت حب التصوير من ورا ضيعتي لانه حلوه. كاسين اجمل ضيعه طلعت السنه طلع مزبوط لوريون جون هيدا جونيا تفاجأت انه في باخره غرقانه بالماي ما حدا يعني ليه اللي بيعرف غير ولاد جونيا بينت عليك وليك شو حلو الشط. رامي هل بتحس مثل ما بيحس الرسام انه اللوحات بصعوبه بيطلع عنا هي جزء منه صارت كمان الفوتو او الصوره بهالقيمه بالنسبه لك تعتبر انه انا هيدي اللحظه يلي انا اخترت اني صورها وطلعت بهالجماليه ايه ما تخيل يعني قد ايه بنبسط بالصور كل يعني كل محيطي رفقاتي عائلتي هيك بس تصور صورة يعني بزهقهم قد ما بحكي عنها قد ايه بنبسط فيها او بس شوف حدا حاططها كفر او ستيتس على فيسبوك او واتساب قد ايه بنبسط بتنبسط ولا بتقول لا هيدي من توقيع لازم ينعرف انه هيدي انا اللي صورتها اول شيء كنت ازعل انه ما يحطوا لي اسمي انه حدا اشخاص عادي بعدين بطلت صرت انبسط انه يحطوها معي حتى كنت حط ووتر مارك على الصور بطلت حط انه لا اول شيء كان في ناس تشيلها وهيك بعدين خلص انه يستعملوا الصورة هي للبنان بالنهاية صحيح. صارت هواية التصوير كانت هواية وصارت شغل صارت رسالة كأنه رسالة من بعد هالألبوم حسيت أنه عن جد رسالة صارت رسالة يعني لدرجة أنه حملتك مسؤولية أنه يمكن يصيروا الكل ينطروك ينطروا رامي رزق صوره شو بدها تبين شو بده يوصل من خلالها. هل ممكن نشوف صور الجانب البشع من لبنان بصورك مثلاً؟ صراحة فكرت فيها فترة وعندي شوية صور هيك ايه. بس ما حانشرهم لأنه الدرون عم بتطير وعم بتصور كل شيء في كتير يعني مصور في محل كسرات محل حرام جبل أخضر قسمينه بالنص يعني بس هو ما حاستعمله للصور وبلبنان في كتير قصص أحلى ما ينحطوا الصور لأنه رسالة أو الهدف منها أنه دايما نبين بصورة لبنان الحلوة صح مش بس هيك لأنه عن جد لبنان ونجذب البعاد عنا أنه يجوا على لبنان صح أنه في 10% يمكن لبنان في قصص بشعة بس 90% حلو هذا خبر حلو ليه بدنا نحكي عن 10% ما بنحكي عن 90 ولبنان صار كل شيء سلبي بيحكوا عنه طيب حدا اتصل فيك قال لك رامي عن جد نحن بدنا نرجع على لبنان وين أحلى منطقة لازم نزورها هلأ هالصيفية أو بالأعياد أو موسم الشتاء على فيسبوك كتير صاروا يحكوني وعلى إنستغرام وما تخيل قد في لبنانية عايشين برا حكيوني إنه أوف لبنان هيك وانا عارفينه هيك وبدنا نرجع إنه أنا تفاجأت إنه ليه عم يحكوني إلي إنه وأنت شو تقول لهم؟ أكيد إنه بدي أقول لهم رجعوا وصرت إنه بعت لهم المحلات اللي رحت عليها وهيك أنت مش ضروري تحكي على كل حال هن الصور عم يحكوا حتى في لبنانية سوري كمان في لبنانية صاروا يسألوني وين هيدا مرة نروح تفاجأوا إنه بيروحوا بيعملوا سياحة إنه بأوروبا عن جد في لبنان محلات كتير تروحي عليها وحاسة بتشجع السياحة الداخلية قبل ما ننطر العالم تيجي لعنا قبل الصور ما نكون نحن عم نشوفهم بيكون في نهار طويل عم بتقضي بالضيعة بالمنطقة يلي بتختارها بتكونوا عم تعملوا نشاطات يمكن لتكون الصور طبيعية أكتر ايه عطول يعني مش دايما انه بكون رايح بس لصور بكون رايحين نقضي نهار حتى وقت بروح مثلا بصور كل نهار اخر شيء بشيل صورة بستعملها يعني بس بتكونوا الذكريات أكيد معك. ما هي صورة ذكريات يعني طبعا. أكثر رامي رزق نحن بنتشكرك هلا بال 2019 بدك توعدنا بكم صورة رح تنشرها عن لبنان إن شاء الله بأكثر من صور كمان رح نكسر الريكورد أكثر من صور شو يعني؟ شيء ثاني غير صور خلص سوربريز بدنا نعرف نحن هون بعد ما كثير مقرر بس بخليها سوربريز بس رح نشوف صور اكيد
وراح يكونوا كتار هالمره أكيدة. مش راح نعدهم 60 ولا لا حيزيدهم الله راد وحنروح على محلات غير اللي رحنا لهم. بدي كنت اسالك بس لانه الوقت داهمنا بعد في مناطق ما زرتها هيدي السنه وبدك كثير مناطق بعد يعني قد ايه زرت بضل في مناطق رغم مساحته الجغرافيه صغيره لهالوقت قد ايه صغير لبنان قد ايه في قصص حلوه قد ايه في كثير مناطق لازم نقصدها ونتعرف عليها نحن متكلين عليك رامي رزق واهم شيء تزوروا جزين كمان ما في شك ما في مهرب 100 طلب مثل هالطلب ما في مهرب انت ولا مره زرت جزين للاسف للأسف لا ولا مرة مع إنه ما بتعرفي عن شو عم نحكي قد ايه حلوة بس كتير محمس يطلع علي قد ما بسمع كتير أنا صرت أحب التصوير من ورا جزينة على فكرة حد البيت الشلال كل ما تشتت تتلج بنزل بصور الشلال صرت نزل سوشيال ميديا هيك صرت شجعت حالي يعني وأنا صرت أحبكم أكتر لأنكم من جزين شو رأيك؟ حلو جزين أهلا وسهلا فيك رامي وبانتظارك السنة الجاية الله راد والبروجي اللي بدك عم تحضره إن شاء الله كمان الله راد بيطبق